سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أحداث وأصداء تأتيكم من قناة المغاربية في لندن. جزءها الأول سنخصصه للحديث عن سوريا وآخر تطورات المشهد هناك، حيث تجددت المعارك في ريف القنيطرة بين المعارضة السورية وقوات النظام التي استخدمت الطيران الحربي الممنوع أصلا من التحليق في تلك المنطقة في محاولة لها لاستعادة السيطرة على مناطق قريبة من خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل الذي وقع السيطرة عليه أخيرا من فصائل المعارضة السورية. نريد أن نفهم إذن ما الذي يحدث هناك، ما هي هذه التطورات، لماذا عادت أعمال وإنجازات الثوار إلى الظهور مجددا على وسائل الإعلام، ثم أثر هذا التحالف الدولي الذي يجهز له ضد داعش في العراق آثره على ما يحدث في سوريا، على الثورة والثوار في سوريا. للتعليق إذن على هذا المشهد يسعدني أن يكون ضيفي في الاستوديو القيادي في التجمع الثوري السوري الدكتور خالد قمر الدين. دكتور خالد مرحبا بك. بداية وباختصار شديد، عادت الانتصارات التي تحدثنا عن عدم وجودها الأسبوع الماضي معك تقريبا عادت من جديد بعد القنيطرة، هناك معارك كبيرة جدا يبدو في حماه الآن، هناك محاولة لفتح خط مباشر إلى دمشق وإلى غوض دمشق لإغاثة الناس هناك، ما الذي حصل حتى عادت بهذه السرعة هذه الانتصارات؟ مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. كما قلت في الأسبوع الماضي، أنا قلت أن المعارك لم تتوقف والمعارك على أشدها، ولكن الإعلام العالمي لم يظهر هذه الموضوع المعارك ضد النظام. إنه يريد أن يصوروا كل شيء داعش 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 والأزيديين، وهناك ما اتجه الإعلام، ولكن في الحقيقة يوجد انتصارات وانتصارات حقيقية على الأرض. في القنيطرة كما تحدثت يوجد انتصارات، النظام ليس لديه أي منفذ بينه وبين إسرائيل، لذلك إسرائيل بالتفاوض الرسمي بيناتهم بين النظام الأسد الكيماوي وإسرائيل سمحوا للطيران الحربي اللي هو ممنوع يدخل المناطق، وليس فقط للطيران الحربي، للمدرعات والدبابات سمحوا لهم يدخلوا في المناطق التي منزوعة السلاح باتفاقية الـ74 اتفاقية الـ74 سمحوا لهم. وكذلك يعني هو قال وليد المعلم وزير خارجية نظام بشار الكيماوي، قال في المؤتمر الصحفي عندما سئل الطائرات الأمريكية ستدخل سوريا هل ستسقطونها، فقال بالحرف الواحد نحن نتأمل منهم أن ينسقوا معنا لأن لدينا دفاعات جوية، فنريد منهم أن ينسقوا معنا حتى لا يحصل خطأ. فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل إسرائيل تنسق معهم عندما تدخل إلى سوريا؟ لا، ليس، لم يتحدوا الطيران الإسرائيلي ولا أي مرة دخل إلى سوريا. فمعنى ذلك أن يوجد اشتراك وتفصيل كامل بين النظام بشار الكيماوي وإسرائيل. طيب، هذا ربما البعض يقرأ هذه يذهب في هذا التفسير، يعني هذا الاتجاه، وأن هناك تنسيق وترتيب وسماح للطيران الممنوع بقصف هذه الأماكن. قيل أنه السماح حتى لا تتكلف إسرائيل هي ضرب أماكن استراتيجية وهامة قد يسيطر عليها الثوار، فسمحت للنظام، والمعركة دائرة بين النظام والثوار، بقصف هذه الأماكن، أماكن هامة جدا، مصانع، مخازن للذخيرة وقع قصفها أخيرا من قبل النظام حتى لا يستفيد منها الثوار. هل لأنه فعلا إسرائيل تريد أن توفر مجهودها وبالتالي تسمح بالممنوع بمعنى الطيران والمدرعات كما ذكرت للنظام السوري أن يستعمله توفيرا لمجهودها، أم أن هناك ترتيبا آخر؟ ما الذي يناسب اليهود أن يكون على حدودهم، الثوار أم بشار؟ لا طبعا بشار ونظام بشار الكيماوي وأبوه من قبله حمى حدود إسرائيل من أكثر من 40 سنة، لم تطلق طلقة واحدة على حدود إسرائيل. وفي هذا الوقت الجيش الإسرائيلي أو الشعب الإسرائيلي اتجه إلى التنمية في الداخل، كان له كلب يحمي حدوده،
كان له من يحمي حدوده، فهو ليس لا يوجد بكل الجولان أكثر من 1000 جندي كان إسرائيلي، والجندي الإسرائيلي هو دكتور وطبيب ومهندس وكل شيء، فذهب إلى التنمية الداخلية بالاتفاق مع بشار الأسد، وهذا ما قاله ابن خال بشار الأسد الذي يستلم 60% من اقتصاد سوريا، قال أمن إسرائيل من أمن نظام الأسد، من أمن النظام وليس من أمن سوريا. طبعا إسرائيل لا تريد السوار، لو إسرائيل رفعت الغطاء عن نظام بشار الأسد لكانت أمريكا تحولت ولكانوا سالوا النظام بكامله. الحقيقة إسرائيل تدعم نظام بشار الأسد بكل قوة، وما يقولون عن ممانعة هذا كلام الحقيقة لا، عندما تضعوا للفحوصات هذا لا يصلح. طيب سأعود إليك دكتور خالد مشاء الكرامة، تحول إلى تركيا الآن. معي من هناك القيادي في التجمع الثوري، تجمع الثوري السوري، وعضو الحكومة الجديدة الدكتور محي الدين بنانة. دكتور محي الدين بعد الترحيب بك، يعني هناك عودة للانتصارات، لانتصارات الثوار أخيرا، عودة لتصدرها المشهد الإعلامي إن صح التعبير. ما دلالات هذه العودة؟ هل أنه هذا يعني أنه لم يكن هناك انتصارات أو كانت محدودة جدا والآن استعاد الثوار المبادرة، أم أنك هو كان من قبل كما يقول الكثير كانت هناك انتصارات كبيرة ولكن الإعلام لسبب ما لم يعطيها المساحة المطلوبة؟ أولا تحياتي إليكم ولقناتكم الكريمة وللسادة المشاهدين. مرحبا. بالحقيقة يعني كل ما ذكرته هو صحيح. الآن الحمد لله بدأت القوات تستعيد أنفاسها بسبب يعني وحدة صفة، بدأت الكتائب على الأرض تتوحد من جديد وتنطلق انطلاقا إن شاء الله سليمة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الوضع الدولي أصبح الآن أفضل مما كان عليه سابقا. يعني كما تعلمون أن هناك ضربات موجعة أصبحت لداعش في المنطقة الشرقية في داخل الحدود العراقية وداخل سوريا حتى، يعني هناك ضربات موجعة استطاعت القوة الجوية أن تؤديها، وبالتالي الآن الجيش الحر يستعد بكامل قواته للانقضاض المباشر على داعش. عندما دكتور محي الدين، دكتور محي الدين، هذا الكلام سمعناه كثيرا خاصة حينما ظهرت داعش، أن نستطيع إنهائها، نستطيع طردها إلى العراق، بل نستطيع ملاحقتها حتى داخل العراق، لكن شيئا من هذا لم يحصل، بل العكس تماما، هو مزيد من تمدد الدولة على حساب المناطق التي حررها الثوار. هل فعلا الآن الثوار باستطاعتهم التقدم أو ليس باستطاعتهم التقدم إلا بمساعدة الطيران الأمريكي كما كنت تتحدث الآن، وهذه الضربات الجوية التي وجهت لهذا التنظيم في العراق وسوريا؟ كما تعلمون أن الضربات الجوية سابقا كانت توجه ضد الجيش الحر ومن قبل نظام الطاغية، ولكن الآن أصبحت الضربات الجوية توجه نحو قوات داعش، وبالطبع هذا سيغير المعادلة على الأرض. فنحن لا نقول أننا سننتصر بين عشية وضحاها، المعركة طويلة وتحتاج إلى وقت، وكل ذلك يتعلق كما تعرفون بالقرار الدولي من جهة، وبالطبع نحن نعتمد على تصميم وإرادة شعبنا من جهة أخرى. ولذلك أنا ذكرت أول كلمة ذكرتها أنه بسبب توحيد الكتائب على الأرض. الآن هناك العديد من الكتائب التي بدأت تتوحد مع بعضها البعض وتشكل كتلة واحدة، وأعتقد أنه عندما يكون القرار الجيش الحر إلى حد ما حتى لو في مناطق متفرقة موحدا فسنلاحظ انتصارات إن شاء الله قريبا. طيب الآن فيما يتعلق بالحكومة التي أصبحت أنت عضوا فيها،
ما الذي باستطاعتها تقديمه للشعب السوري وهي تعمل من خارج سوريا؟ نحن بالطبع في الحكومة المؤقتية في وزارات متعددة، وأنا الحقيقة هو في مجال التعليم، في مجال التربية والتعليم. نعم. وخلال يعني شهر 4 منذ الشهر 4 حتى الآن استطعنا تقديم إجازات على الأرض، خاصة فيما يتعلق بإجراء امتحان الثانوية العامة البكالوريا في كل سوريا وفي دول الجوار. والشيء المميز الآخر هو أن تركيا الحمد لله اعترفت بهذه الشهادة، والآن نسعى لاعتراف دولي بها من كل دول العالم. طيب دكتور بنانا، أن فرنسا نعم دكتور بنانا، متى ستعودون إلى الداخل السوري للعمل من هناك؟ نحن نعمل هناك الآن، وأنا دخلت إلى سوريا عدة مرات في هذه الفترة. لا أقصد الحكومة بهيئتها كلها، بوزرائها، بمقرها، متى ستنتقلون إلى الداخل السوري، خاصة وأن هناك مناطق كثيرة محررة خاصة في الشمال، متى ستتحولون رسميا للعمل من داخل سوريا؟ سيدي الكريم، نحن لدينا خطة للانتقال إلى الداخل السوري عندما تتوفر المنطقة الآمنة، ونحن الآن ندخل بشكل يعني غير معلن إلى المناطق المحررة، ونحاول الاتصال بالجماهير هناك ونتلمس الحقيقة مشاكلهم على الأرض. ولكن أن تقيم مكانا للحكومة حاليا ومعرض للضرب الجوي، فهذا الكلام سيكون. هو دكتور محي الدين، عذرا على المقاطعة، ليس شرطا أن تقيم مكانا معلوما، يمكن أن تكون هناك إعلان رسمي على أن الحكومة تشتغل من الداخل السوري وهي موجودة في الداخل السوري وقريبة من مناطق الخطر، وهذا سيعطيها مصداقية أكبر دون أن تعلن عن مقارها، وربما أن يكون لها مقارات متنقلة كل مرة في مكان. المهم أن الثوار موجودون هناك، معرضون هم للخطر، وكذلك الساسة لابد أن يكونوا قريبين من الناس، معرضون للخطر كذلك. هذا ما يحصل الآن يا سيدي الكريم. الحقيقة العدد العديد من الوزراء الذين يتناوبون، أو الحقيقة ليس بشكل دوري ومنتظم، ولكن كل وزير تراه دخل إلى الأراضي المحررة وجلس فترة ثم عاد وإلى آخره. يعني يحصل هذا الشيء الذي تكلم عنه حضرتك، يحصل ولكن بدون إعلان عنه. يعني لا نستطيع الحقيقة لعدة جوانب الإعلان عن هذه المواضيع. أشكرك شكرا جزيلا، عضو الحكومة المؤقتة والقيادة في التجمع الثوري السوري دكتور محي الدين بنانا، شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف من تركيا. دكتور خالد، ما تعليقك على الجانب السياسي الآن، عمل الحكومة اللي هي طبعا منبثقة عن الائتلاف وهي موجودة في الخارج، الكثير يراه كأنه لا فائدة من ورائه، هل ترى أن هذا ما جادت به الظروف، أم أنه بالإمكان أفضل من مكان؟ الحقيقة بالإمكان أن يعملوا أكثر مما عملوا، ولم يقدموا أي شيء بالنسبة للثورة، بالعكس أنا أرى أن الائتلاف وحكومة مؤقتة هي عبء على الثورة، كما أن جر الثورة في اتجاهات معينة من خلال الائتلاف وهيئة الأركان وما ينظر لهم هو هذا عبء على الثورة. الشعب السوري خرج ليسقط نظام الأسد ويبني دولة الحرية والكرامة، هي ثورة كرامة وليس ثورة جياع أو ثورة إغاثة في سوريا، فأراد الغرب أن يحرفها عن مسارها، وداعش أو غير داعش هذا لا يهمني، الغرب يريد أن يدخل النظام من خلال داعش أو الثورة المضادة، نستطيع أن نقول هذا لا يهمني، يوجد شعب على الأرض هو ثورة شعبية بكل معنى الكلمة، وهؤلاء الكتائب الحرة هي التي تسطر الانتصارات كما حصل اليوم،
أو يحصل من أكثر من 4 أشهر في ريف حماة. في ريف حماة تقريبا النظام فقد كل شيء، فقد أعصابه، والآن في القنيطرة ويوجد هناك سياسة معروفة مدروسة وفي القلمون. طيب، فيما يتعلق بالتمثيل السياسي للثورة السورية، هو طبيعي دكتور أن يكون هناك تمثيل سياسي طبعاً. أن يكون هناك ثورة الأرض ينجزون وهناك ساسة يحاورون في مختلف دول العالم، هكذا كانت ثورات وحركات التحرر طبعاً. فما العيب أن يكون الائتلاف شغال من الخارج يعني. ولكن ما قلته أنت هو عين الصواب. يجب على السياسيين أن يكونوا منبثقين من الثورة، وليس أنت كما تعلم الثورة السورية قامت بدون أي تنظير، بدون أي دعم، الشعب هب. وعندما الشعب أراد أن يخرج قادته من الداخل في تنسيقيات وكتائب وغير ذلك، أتى الغرب وضربهم بالائتلاف من الخارج. الائتلاف أكثريته هو صنع الغرب، صنع الغرب، والغرب لا يريد لهذه الثورة أن تنجح، طبعا بالاشتراك مع دول أخرى. يعني الائتلاف لم يقدم شيئا للثورة الآن؟ لم، هو عبء على الثورة، الحقيقة عبء على الثورة. السوار قالوا لا تذهبوا إلى جنيف، ذهابكم إلى جنيف هو اعتراف بالنظام، وهم ذهبوا بدون رأي السوار وخارج عن ثوابت الثورة وخارج عن نظامهم الداخلي. لكن الثوار لم يقول لا تذهبوا، قالوا اذهبوا ولكن بشروطنا، 1 2 3. ذهبوا وقدموا الشروط، النظام رفض، فانفض المجلس يعني. لا، أنت لا تحاور مجرم يا أخي، النظام هو مجرم. هم لا هو قالوا حاوروا هذا المجرم بشروط. أخي إذا استجاب للشروط فبها. هذه من المشاكل. طيب، الثوار الذين قالوا هم ليس لهم على الأرض، هم اشتروا الزمم، الائتلاف اشترى الزمم من هؤلاء الثوار، ولا أريد أن أدخل بالتفاصيل. لا أريد. الثوار الحقيقيين على الأرض الذين يحققون الانتصارات، الذين يقدمون الدم، لم يقولوا لهم، وقالوا من يذهب إلى جنيف ويبيع بالدم السوري خيانة. لكن المساعدات للشعب السوري في المناطق المحررة الإنسانية أقصد، تقريبا كلها معظمها جاء بها الائتلاف بعلاقاته بالدول المنطقة وغير ذلك. يعني قدم للشعب السوري، ربما لم يقدم سلاحا، لم يقدم دعما للثوار عسكري، لكنه قدم دعما كبيرا وإغاثة كبيرة للنازحين وللاجئين في داخل سوريا وفي خارجها يعني. هذا غير صحيح كمان، خليني أوضح الفكرة. 6.5 مليارات إجت لسوريا خلال الثورة دعم خارجي من خلال الإغاثة. 84% من 6.5 مليار دولار، 84% ذهب للنظام، والفتات أجل الائتلاف، والائتلاف إن عملوا مكاتبهم وكانت عمليات فساد كبيرة لم يأتي. أقولها وللتاريخ وللناس كلها أن تفهم، حرر 70% من أراضي سوريا بمال سوري، بمال سوري وسلاح سوري وعنصر بشري سوري. وبعدها بدأت المؤامرة، من نصف عام 2012 بدأت المؤامرة على الثورة السورية. المال السوري هو من يذهب للإغاثة، وما أتى من الخارج هو ليس إلا فتات، ليس إلا فتات. عندما والدول التي تبرعت بهذا المال تعرفه أنه سيذهب إلى النظام، وخصوص الدول العربية. في مؤتمر الكويت 1.5 مليار دولار، 1.5 مليار دولار تبرعوا، قالوا 2 يروحوا للنظام و3 يروح للسوار. من 1/3 الذي يروح للسوار ما إجى شيء ولا شيء منه، والثلثين الآخرات قالوا يذهب بتصرف فيصل المقداد نائب وزير خارجية النظام. فهؤلاء هذا المال التي أجى تحت اسم إغاثة أتى لقتل الشعب السوري. نعم، سأعود إليك دكتور خالد. مشاهدي الكرام، أتحول الآن من جديد إلى تركيا، معي من هناك القيادي في تجمع الإصلاح والبناء السوري الأستاذ غسان النجار. سيد غسان، بعد الترحيب بك، كيف تنظر إلى هذه الإنجازات الأخيرة للثوار؟ ما دلالات سيطرة الثوار على القنيطرة؟ المعارك الآن المحتدمة كذلك في حماة وفي أماكن أخرى من سوريا، هل هناك عودة جديدة للثوار وإنجاز جديد للثوار بعد التشكيلات والتحالفات التي وقعت أخيرا؟ شكرا جزيلا. أولا أشكركم على استضافتي. مرحبا. ثانيا ونقول الرحمة، بداية الرحمة لشهداء الثورة السورية، والعز والنصر لسوريا المستقبل إن شاء الله. أخي الكريم، موضوع الثوار على الأرض، منذ أن تحولت ثورتنا
من الثورة السلمية إلى الثورة المسلحة مضطرين. نحن لم يكن نحن بدأنا بالمظاهرات السلمية وأنا كنت في الداخل. بدأنا بالثورة السلمية هناك بمظاهرات الشباب، لكن النظام بدأ مباشرة يهاجم هذه المظاهرات. طيب. وقتل كثيرا من شبابنا، عندئذ كثير من القوات المسلحة الشرفاء رفضت أن تضرب هؤلاء الشباب وانشقت عن النظام، عن جيش النظام النصيري البعثي وما إلى ذلك. عندئذ تحولت الثورة من ثورة سلمية إلى ثورة مسلحة مضطرين. طيب. لم يكن لنا خيار. طيب. في هذا. وعندئذ الثوار بدأوا بالانشقاق وبدأ الشعب يتطوع دفاعا عن ثورته، وتحولت الثورة وسرعان ما استطاعت الثورة السورية أن تحرر ما لا يخل عن 70% من أراضي سوريا. الآن تحولت بعد ذلك الثورة، بدأت التآمر على الثورة السورية، وبدأت بالبداية أمريكا تقول لقد فقد الأسد شرعيته وقلنا واستبشرنا خيرا بأصدقاء سوريا، لكن مع الأسف الشديد هؤلاء أصدقاء اللي كانوا 123 دولة لأصدقاء سوريا تبخروا الآن ولم يبقى منهم أحد لا يجير ولا يحاول أن يدفع عن الشعب السوري أي عدوان، سواء عدوان النظام الأسدي أو الإيراني أو الروسي وما إلى ذلك. وبهذه المناسبة فإن طالبنا منذ البداية بمنطقة دفاع جوي محررة. طيب. ومنطقة آمنة. ومع ذلك أستاذ غسان. نعم. أستاذ غسان، سرد تاريخي مهم تركت تسترسل فيه على اعتبار حتى نعيد للذاكرة هذه المراحل التي مرت بها الثورة السورية. ولكن الآن هناك بعد قبل ربما أسبوع أو 10 أيام كان هناك هدوء تام صح التعبير، لا إنجازات، لا حديث وسائل الإعلام عن الثوار، حديث فقط عن تقدم وتمدد الدولة الإسلامية، عن تقدم ربما كذلك النظام وقوات النظام واستعادتها لأماكن معينة. منذ السيطرة على القنيطرة عاد الحديث في وسائل الإعلام إلى قوة الثوار وإلى إنجازات الثوار. ماذا تمثل بتقديرك القنيطرة والسيطرة عليها بالنسبة للثوار؟ نعم، هذا حسن. كما تفضل، الجبهة الشمالية هي التي أصابها الجمود والركود، لكن المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية ومنطقة الجولان بالذات هي التي تحركت كما تفضل. الجولان التي لا يستطيع عصفور واحد أن يتحرك فيها نتيجة احتلال الصهيوني للأراضي الجولان السورية، الآن فجأة تحرك الثوار من أطراف عديدة وخاصة من الجهة الشرقية والجنوبية، وتمكنوا خلال أيام فقط أن تطرد هذه القوات الأسدية خلال أيام وساعات، وكانوا يحتمون بقوات الأمم المتحدة هناك. هذا يدل على أن مكامن الثورة ومكامن جنودنا هي مكامن موجودة في النفوس، وهي جاهزة أن تحرر جميع الأراضي، بل بالعكس فإن القصر الجمهوري مهدد، خاصة أن قواتنا أيضا في الغوطة الشرقية ومنطقة المليحة وغيرها لا زالت عصية عن النظام. وقد سمعتم كيف أن ضرب النظام حي في أحياء دمشق المعروفة، هناك قصفهم بالصواريخ لأنها على بعد عدة كيلومترات. تحرير منطقة الجولان والقنيطرة هذا هام جدا جدا، وهو بداية لأن يفتح الطريق إلى دمشق. وأيضا حوران كما تعلمون تقريبا 3/4 حوران محررة، وعندئذ يكون الطريق مفتوح لإسقاط النظام من مكمنه ومن عقر داره في القصر الجمهوري. طيب أستاذ غسان، مستبشرين جدا نحن. نعم أستاذ غسان، هناك سماح من دولة الاحتلال لطيران النظام باستهداف أماكن للثوار في منطقة القنيطرة في الجولان. الطيران طبعا منذ 1974 ممنوع، طيران السوري ممنوع من التحليق في تلك المنطقة، وكذلك الآلات الثقيلة
لكن وقع السماح للطيران بالتحليق في الأماكن الممنوع من التحليق فيها سابقا. لماذا بتقديرك؟ أحسنتم، هذا أي نقطة جيدة جدا كما تفضلتم. هذا نقطة يفيد تماما على أن القوات الإسرائيلية ونظام وإسرائيل بالذات هي التي لا تريد هذا النظام الأسدي أن ينهار. وسابقا كما تفضلت لا يستطيع أي حتى العصفور أن يتحرك في سماء الجولان، وقد في أيام حافظ الأسد وأنا أذكر تماما أن أحد الجنود هناك أطلق النار على طائرة إسرائيلية فأعدم هذا الجندي، ولذلك كان أما الآن الطائرات السورية فهي تسرح وتمرح هناك طالما هي تقصف المقاومة السورية. المهم، ولذلك إسرائيل هي راضية عن هذا الموضوع وهي تماما نعرف تماما. طيب يعني بتقديرك أستاذ غسان النظام هي إسرائيل وأمريكا. نعم، بتقديرك هل ربما نشهد تعاونا إن صح التعبير إسرائيليا بطريقة ما مع قوات النظام في إعادة سيطرة قوات النظام على القنيطرة؟ هذا الذي نخشاه فعلا. نخشى أن يمتد كما يقال أن يلتفت القوات الأسدية من طرف المنطقة المحتلة وبالتالي يحاول الهجوم على الكتائب الجيش السوري الحر. ولذلك أعتقد أنهم واعون ومنتبهون لهذه الناحية. وإذا فعلتها إسرائيل ستكون قد ارتكبت خطأ جسيما. طيب، من هذه الناحية عليها أن تبقى على الحياد، نحن لا نريد منها أكثر من ذلك. طيب، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ غسان النجار القيادي في تجمع الإصلاح والبناء السوري، شكرا لك، كنت معي من عبر الهاتف من تركيا. دكتور خالد، فيما يتعلق الآن بالتحالف الآن هذا الدولي ضد داعش في العراق، ما هو أثره على الثورة السورية؟ في الحقيقة إذا منلاحظ هذا التحالف الدولي ونفكك وصار عندنا نحن بعض المعطيات ممكن نقول عليه. أول شيء ظهر علينا، أنا هوني بس بدي أحط النقاط أسلسلها، بدي أترك التحليل لجانب. خرج علينا أوباما قال هذا التنظيم سيبقى لسنين ومحاربته تأخذ لسنين، وهذا التنظيم هو يوجد في العراق وسوريا. قالوا نحن مستعدين أنه نقاتل، البارح قال مستعدين نقاتله بالعراق، ولكن بدنا طلب من الحكومة العراقية. الناتو قال نريد طلب من الحكومة العراقية، معنى ذلك أن الحكومة العراقية ستدفع الفاتورة كما دفعت الفاتورة دول الخليج وبعض هذه الدول قاربت على الإفلاس سنة 1991 بحرب الخليج الأولى، عندما دفعت الفاتورة السعودية والإمارات والكويت ودول الخليج وبعضهم قارب على الإفلاس. ولكن كان في 91 بالحرب الخليجية كان الهدف واضح هو إخراج صدام حسين من الكويت. هلأ الهدف هو مطاط ما يسمى الإرهاب، 10-20 سنة معناته أموال العراق والخليج حتذهب إلى الدول الغربية إلى الناتو بمحاربة ما يسمى في الإرهاب. كيف تحارب لو فرضنا داعش مثل ما قالوا إرهاب وليس من صناعتهم وكلهم، كيف تحاربها في العراق ولا تحاربها بسوريا مع أنه هي بدت في سوريا؟ الحرب على الإرهاب فيها مراحل، يعني ما يستطيع حربا شاملة. إذا كان نفس الشخص هو يقاتل في سوريا ويقاتل في العراق، كيف أنت تقول أنا أضربه بالعراق ولا أضربه بسوريا؟ طيب لو ضربوهم في العراق بس، ما أثر هذا على الثورة السورية؟ هل سيلتجئون، سيفرون كلهم إلى سوريا؟ لا أخي، نحن عندنا الثورة السورية هي ثورة ضد النظام، ونحن لو فرضنا بأننا نسقط داعش بعدين أو نجد من أسهلنا أن نسقط النظام بالأول ونتفرغ لداعش، لا نحارب عدوين بنفس الوقت. طيب، لكن هذا العدو يحاربك هو الآن، هو ممكن كيف ستكف أذاه؟ هو يتمدد على حساب مناطق التي حررها الثوار، كيف ستتعامل؟ تترك له هذا التمدد؟ لا لا، أهل طيب. المنطقة أهل المنطقة أهل المنطقة ممكن يناوشوا، يمكن يصير مناوشات في المنطقة. هذا مش ممكن يحصل مع تنظيم الدولة مع القوة التي يمتلكها والأعداد الهائلة. كان تنظيم الدولة موجود في ريف إدلب وريف حما، وريف حما وريف إدلب هم من أخرجوه منهم، ذهب للرقة وأخذ أراضي كان تحت الثورة، صارت لا معقلهم الآن. كانوا هو موجود في الرقة. طيب، كان هو موجود في الرقة. نحن عندنا الهدف عارفين، ما بدنا نساوي الهدف هدفين بعدين أنت ما بتعرف وين بتضرب. هلأ الغرب، لكن يبدو الثوار مضطرون إلى مقاتلة التنظيم
التنظيم وإلا سيقضي عليهم يعني. لا هذا سمعناه من بعض حتى الثوار على الأرض يعني. داعش لم تأتي لريف حماة للمعارك، داعش لم تذهب إلى القنيطرة داعش. نعم. لم تذهب إلى القنيطرة لتقاتل في هذه المناطق. الذين يذهبون ويقاتلون هم ما طلبوا منهم الأمريكان، نعطيك سلاح ولكن على شرط ما بتقاتل في النظام، تروح بتقاتل داعش. ويوجد عندنا بعض الكتائب، نحن لا نخفيها، أن بعض الكتائب توجد يأتيها السلاح من الخارج لتقوم بما يريده الخارج لها. ويوجد كتاب اليوم جمال معروف وهو قائد كبير في منطقة إدلب، قال أرسلنا قواتنا لحلب لقتال يعني للشمال، وكلنا نعرف أن النظام هو في الجنوب في دمشق. لماذا هذه السوار لا تذهب إلى دمشق؟ لماذا أمريكا لم تعطيهم السلاح من قبل؟ لها نفس السوار لم تعطيهم السلاح. هل التحالف الدولي جاد في قتال داعش؟ لا، هذا تحالف. لماذا؟ ما الذي يجعلك هن قتال داعش بدأ ناس على الأرض وبالطيران وببعض الصواريخ كما ترى. هذه لا يستطيعون، لن يقاتلوا داعش بالطيران بس، هن يريدون نحن أن نقاتل داعش. طيب وأنتم مستعدون لقتال داعش؟ ليس كلنا، الأغلبية العظمى لا تقاتل داعش، تقاتل النظام، وبعد ما تخلص من النظام تقاتل أي أحد يقف. طيب أمام العراق الثورة. جادون في قتاله في العراق؟ من؟ التحالف الدولي جاد في قتال داعش في العراق وإخراجها من العراق؟ هو عندما توصف داعش بشكل رسمي وليس الإرهاب، هم يقولون أنهم يحاربوا الإرهاب. طيب. الآن اليوم قصفت مستشفى في العراق، واليوم قصفت مستشفى في كفر زيتة في حماة. هل هذا هو الإرهاب؟ هي المستشفيات؟ الناس ليس باستطاعتك الآن أن تضحك عليهم كما ضحكت. من الحرب إعلامية أكثر من الحرب، والنفسية أكثر من الحرب القتالية على الأرض. والناس ليس باستطاعتك أن تأتي وتضحك عليهم، هم يعرفون طريقهم، الناس أكيد يعرفون طريقهم. سننتظر ما الذي سيسفر عنه هذا التحالف الدولي لقتال داعش، ما هي النتائج والأثار المترتبة. سنعود للحديث عن هذا أكيد بعد مدة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد خمر الدين، قيادي في التجمع الثوري السوري، شكرا لك على تلبيتك الدعوة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لفتح الملف العراقي والعملية السياسية التي ينتظرها الكل. فاصل ونعود.